تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. مرتضى منصور وتصريحاته عن ذبحه الصدريه او الذبحه الصدريه اللي المت ب اسامه نبيه، وطبعا الذبحه الصدريه الوهميه علق عليها عمرو اديب، وكان تصريحاته ناريه بشان مرتضى منصور، واستضاف واحد ناقد رياضي او احد الصحفيين واتكلم بشكل يعني مفاجئ او مفاجأة للزملكاوية ان مرتضى منصور عارف ان القضاء الاداري، هيقول لك احنا ما عندناش اختصاصية بان لاعبي نادي الزمالك تقيد من عدمه، وده شأن خاص باتحاد الكورة، واتحاد الكورة السيستم قفل في الاتحاد الدولي لكرة القدم، فدلوقتي في مطالبات ومناشدات بان لاعبي نادي الزمالك تتأيد عن طريق مخاطبة الفيفا، لأن الفيفا اتقفل السيستم من عندهم، يا إما هيقولوا لهم ده شأن داخلي، أنتوا شوفوا حلوا موضوعكم بنفسكم، وهذا لا يعنينا على الرغم من إن باب القيد اتقفل. ولكن علق تعليق على الذبحة الصدرية الوهمية لمرتضى منصور من غير سبب، طلع وقال إن أسامة نبيه عنده ذبحة صدرية، وطلع أسامة نبيه بالليل على صفحته الرسمية على فيسبوك أكد إن هو ما عندوش ذبحة صدرية، والامر ده اثار يعني مشاكل عنده، وامه بتعمل عمليه في المستشفى، ومراته جت للنادي، وابنائه الى اخره، وطلع كد مرتضى منصور. فعمرو اديب علق على اللي حصل من مرتضى منصور واستعجل كده وضرب كف عليه، يعني معلش ازاي انت تطلع يعني كلام ان اللاعب ده عنده ذبحة، عفوا المدرب ده عنده ذبحة صدرية، وأصلا المدرب سليم وشغال وزي الفل. هل ده يعني هل الموضوع ده ذريعة علشان أنت تمشيه وتقول هو مشي عشان عنده ذبحة صدرية وتعبان، ولا الموضوع له يعني له جوانب أخرى؟ تعالوا نطلع ونسمع ونشوف عمرو أديب قال إيه، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا الحبيب الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه تقارير الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف عمرو اديب قال ايه، ونرجع نكمل كلامنا. يلا. ما قالوش ذبحه صدريه، قال لك شيء قريب من ذلك، قرب الذبحه الصدريه. ولذلك حيثين الزمالك قلنا يعني الراجل جاب له ذبحه وعايز يعني راجل محترم مخلص للنادي، وقف جنب النادي في وقت عيان ربنا معاه شويه وراح طالع اسامه نبيه. خلينا نشوف احنا ايه الحكايه. استاذ محمود فؤاد الناقد الرياضي، اهلا بيك يا فندم. عمر ده حضرتك بتاثر عليك وعلى كل متابعينك ومشاهدينك في كل مكان. ايه حكايه اسامه نبيه؟ هاتك لورا شويه بقى. هات ورا. يعني بعد زي ما انت عارف الزمالك بيمر بازمات كبيره جدا، لان شهد نادي الزمالك من فتره طويله بعد الهزيمه من اسوان والتعادل مع الاتحاد والتعادل مع التكليه والهزيمه من الاهلي بثلاث اهداف لمرات، بدات العلاقه بين كابتن غالي كبير المدير الفني الحالي ونادي الزمالك، وبالاخص مع اداره الزمالك تصل الى طريق المردود. استمر غريرة بعد الهزيمه من الاهلي في المحله، للاسف تعرض الزمالك لهزيمه من المحله، رحل غريرة وتم اثناء المهمه الى كابتن اسامه نبيه ومعاه احمد عبد المقصود ومعاه حسين ياسر المحمدي. الازمه بين الزمالك والجهه لم تنتهي بسبب قصه الشرط الجزائي زي ما انت عارف يا استاذ عمرو، بقى اللي انت كل يوم انا متابعك ثلاث شهور شرط جزائي ولو شهر مستحقات يعني اربع شهور بحوالي 18 او 17 20 مليون جنيه. مسك الكابتن اسامه نبيه ماتش باركو، رجع بريرا الاثنين زي ما انت كنت بتتكلم من شويه، اسامه نبيه وبريرا كانوا قاعدين على الدكه، ولكن اسامه نبيه كان هو المدير الفني، ولاول مره شفنا بريرا قاعد كده تحت رجله على رجله وبيشرب فنجان الشاي مش في دماغه. القصه تماما عكس بريرا اللي كان قبلها في كذا يوم. بريرا من نوعيه المدربين اللي ما يحبش اي حد يتدخل في شغله، ودي كانت سبب الازمات اللي بينه وبين كل المعاونين المصريين اللي اشتغلوا معاه. وكما نبيه لما مشي الفتره الاخيره دي مشي بسبب تجاهل بريرا، وكما نبيه اشتكى لرئيس الزمالك واللي مش على كوره اكثر من مره، ولكن بريرا لم يستمع لاحد ورحل. وكما نبيه نفس القصه، رحل احمد عبد المقصود مشي بريرا، كابتن مؤقت رجع وكما نبيه بسبب عدم التوافق نادي الزمالك مع بريرا لقصه الشرط الجزائي، رجع بريرا وتولى المهمه بشكل رسمي زي ما حسب ما اعلم رئيس الزمالك ان عوده بريرا بسبب ان الكابتن اسامه نبيه كانت مبادره. انا اظن الكلام ده نفس الصح، بسبب عدم التوافق بشرط جزائي تولى بريرا المهمه من جديد، وتعرض الزمالك لهزيمه من شباب وبالتالي الجزائري بهدف مجيد هنا رد على استاد القاهره وسط جمهور نادي الزمالك كنت اكيد في الماتش وكل المحافظ. كابتن اسامه نبيه خليني اقول لحضرتك، بريرا رجع واصل الحاجات اللي بيعملها، تجاهل تماما كل المعاونين اللي معاه في مصر في باكو، لدرجه انهم قالوا له قبل المباراه
يعني محمد عبد الشافي فريق في المنعه في الشارع اسمه محمد عبد الشافي الراجل محمود كان... محمود انت معاك تليفون تاني او حاجه؟ ان في حاجه بتشوش على التليفون وانت بتتكلم. تمام يا صاحبي. تمام كمل. طموح الشباب والذات اللي ضرب ان جريرا واصل عنايته المدربين المعنيين اسامه نبيه واحمد عبد المنصور اتكلموا معاه في بعض الامور الفنيه قبل المباراه على افرادها انه يدفع محمد عبد الشافي بشكل اساسي. الراجل لم يستمع اليهم تماما، اجتمع مع اللاعبين بعيد عن الجهاز، وده الامر اللي اغضب الجهاز. ازداد غضبهم انه قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراه نصا كده انه هيحاول وهيسعى الفتره اللي جايه اصلاح زي ما اقول حاجه اللي قاله بالنص، اصلاح امور كتيره حدثت في الفتره الاخيره في تدريبات الفريق وغيرها من اجل تصحيح المسار. مين دي؟ اسامه نبيه. بلغ رئيس نادي الزمالك ان الفتره دي هو مش عايز يكون موجود، الفتره دي الظروف مش هتساعده، وبناء عليه خلال اجتماع مجلس الاداره الاخير اللي كان في منزل رئيس نادي الزمالك ابلغ رئيس نادي الزمالك كل اعضاء مجلس الاداره ان اسامه نبيه مش هيكون موجود. هو مش قبل كده، ايه المشكله بقى؟ هو خلي بالك برضه في العمل هنقضي النظري الكابتن اسامه نبيه اخطا في حق نفسه. بالظبط بصراحه من الاخر كده فريرا رجع كنت تمشي انت خلاص انا ملياش مكان. فريرا من عينه المدربين اللي بلغه الكوره كده مدرب ريدس ريدس او لطيف مش هينفع على المركب اللي ليها اثنين. خلاص انت راجل مشيت وانتهينا. الراجل الثاني رجع خلاص تمشي انت. فريرا صفته كامله بتكون في المعاونين الاجانب اللي معاه، ما بيعتمدش بشكل كبير على المعاونين. وبعدين ايه حكايه بقى الذبحه النهارده؟ رجع الكابتن اسامه نبيه وهو مش عايز يكون موجود، ورئيس نادي الزمالك قبل المجلس انه مش موجود. النهارده رئيس نادي الزمالك كان قدام المحكمه عشان انت عارف موضوع القيد وعدم قيد لعيب نادي الزمالك الثلاثه اللي تم التعاقد معهم في الانتقالات الشتويه حتى الان، واتحاد الكوره مصر على موقفه ونادي الزمالك مصر على موقفه. الناس بتسال رئيس نادي الزمالك الكابتن اسامه نبيه ايه موقفه؟ رئيس الزمالك فاجئ الجميع بتصريح قوي، وتصريح على وجهه نظري تصريح من العيار. الجديد قال كابتن اسامه نبيه نصا كده بيعاني عنده شبه ذبحه صدريه. طيب وبعدين لقينا بعد كده بعد ساعه او ساعه ونص لقينا الكابتن اسامه نبيه موجود في التدريبات بيمارس عمله بشكل طبيعي في التدريب الاخير. زي ما انت عارف الزمالك خلاص موجود في الفندق دلوقتي. كوب العرب عنده بكره ماتش قدام سموحه في منافسات الجوله 18 لبطوله الدوري العام. كابتن اسامه نبيه فاجئ كان موجود في التدريب، وابنه يوسف موجود اتفاجئ باسرته موجوده، اخوه وزوجته ووالده موجودين في ملعب عبد اللطيف ابو جيل. كل استغرب جايين يطمنوا عليه، شافوا على كل مواقع التواصل الاجتماعي تصريح رئيس نادي الزمالك ان اسامه نبيه بيعاني من ذبحه صدريه. يجرب وهو عنده ذبحه يعني شبه ذبحه؟ يعني ده شبه ذبحه صدريه، حاجه خطيره جدا. حضرتك لما تكون مثلا اي حد قريب منك شفت على وسائل التواصل الاجتماعي انه عنده شبه ذبحه صدريه طبيعي جدا هتقلق عليه. فدوله الكابتن اسامه ورسلته راحوا النهارده التدريب. انا تواصلت مع الكابتن اسامه نبيه، حبيت اعرف منه ايه كواليس القصه. الراجل اتكلم معايا وقال انا كنت موجود في التدريب وبنت اسرتي كانت موجوده. انا يعني كابتن اسامه قال لي هو قال لك انا بخير وكل ما تم نشره صحيح. الكلام ده وهو باشر عمل في نادي الزمالك الخبر تسبب في حاله من الرعب لوالدي واخي وزوجتي الذين هرولوا الى النادي من اجل الاطمئنان عليا. والدتي تجري عمليه جراحيه وبنت اسرتي داخل النادي اربكر يتسبب لي في حاله من القلق. متواجد في نادي الزمالك وانتظر حافله الفريق من اجل السفر مع الفريق لمواجهه سموحه. طب بعد ده كله هيروح برضه سموحه ويشتغل؟ الكابتن اسامه نبيه متواجد مع الفريق دلوقتي في اسكندريه. ارجع واقول لك الكابتن اسامه نبيه يتحمل 90% من اللي بيحصل له. ده هو مشي من الاول بسبب ان بريرا ما بيعتمدش عليه، ما بيكونش له اي حاجه. انت فيها كابتن اسامه رجعت تاني واشتغلت ووافقت على التصريح اللي طلع او التصريح اللي طلع ايا كان صحته ان وعوده بريرا بمبادره من الكابتن اسامه نبيه. في ايه يا كابتن اسامه انت مشيت وفي ايه انت وافقت ان تشتغل مع الراجل والراجل يكون موجود مدير فني؟ لا هو النهارده بيقول عايزين تمشوني مشوني من غير اشعاع. طب هو ليه ما بيمشيش؟ لا يا كابتن اسامه نبيه خليني اقول لك ساعات قليله وهيرحل رسميا عن الجهاز الفني نادي الزمالك. بعد وبالتاكيد الاخص بعد ماتش سموحه الكابتن اسامه نبيه خارج الجهاز الفني نادي الزمالك. ده هو رايح معاهم سموحه. ما بعد ماتش سموحه الكابتن اسامه نبيه مش هيكون موجود. طب واشمعنى يعني ماتش سموحه هيفرق ايه؟ ما فريدة موجود. هو نادي الزمالك بقى عشان ما يتقالش ان هرب من ماتش مهم في ظل الكبوات والهدمات اللي الفريق بيتعرض لها ما يمشيش النهارده الكابتن اسامه. الراجل كان موجود. انا عايز اسالك سؤال فني. اتفضل. له علاقه بقوانين الكوره في مصر. هو الزمالك رافع قضية في المحكمة علشان يتم تمكينه ان هو يقيد اللاعبين الثلاثة او الاثنين اللي هو عايز يقيده، ناصر منسي واحمد بن حاج ومحمود شبانة. هل القضاء يملك اجبار اتحاد الكرة على القيد ولا ده حاجة ليه علاقة بقوانين اتحاد الكرة وشأن داخلي؟ خليني اقول لك يا استاذ عمرو الزمالك دخل الكلام. انت عارف محمود شبانة جاي قطع اعارة من سموحة والزمالك دفع لسموحة مليون جنيه. تمام ماشي. ناصر منسي جاي من البنك الاهلي والزمالك دفع للبنك الاهلي 20 مليون جنيه. ماشي.
احمد بن حاج جاي من اسوان اعاره والزمالك دفع لاسوان 4 مليون جنيه. كل الانديه دي خدت فلوسها مع السلامه، ما لهمش علاقه بكل اللي بيحصل. جميل. الزمالك دخل اللعيبه دي على السيستم قبل يوم 31 قبل الساعه 12. هي خلينا نفرق في فرق بين التسجيل وفرق بين القيد. تمام. في حالات كتير قبل كده اصل عمر اللعيبه التمامه اتسجلت على السيستم قبل الساعه 12 يوم 31 وقشنا يعني فترات التسجيل في لعيبه تعيد يوم 1 يوم 2 يوم 8 محمود موجودين على السيستم. محمود ده اللي احنا شغالين عليه. انا بس تمام. هل يملك القضاء ان يقبل اتحاد الكوره على قيد لاعبين ولا ده حاجه ليها علاقه بالشان او القرارات الداخليه لاتحاد الكوره؟ خليني اقول لك القضاء في الاخر هيحكم بعدم القصاص. الو طب احنا ما نعرفش القضاء هيقول ايه على المهم. انما عدم الاختصاص بنسبه كبيره عدم الاختصاص هو الوقت نادي الاهلي بيجهز ملفه بيجهز اوراقه عشان الموضوع يروح برمته كده للاتحاد الدولي الفيفا. انما في قانونا في لوائح ده اللي انا عايز افهمه في لوائح اتحاد الكوره بينفع يعني مثلا انا جه الفار غلط معايا في جول مش عارف ايه ممكن ارفع قضيه فييجوا يلغوا الماتش او يزودوا الخمس دقائق او العشر دقائق يعني في كده ولا مفيش؟ ده اللي انا عايز افهمه. مفيش طبعا الكلام ده. انا بقول حضرتك القضاء في الاخر هيبقى بعدد الاختصاص ورئيس نادي الزمالك هياخد الموضوع كله برزمته ويروح الى الاتحاد الدولي الفيفا ويشكو اتحاد الكوره. اه هنا بقى ده اختصاص ده الفيفا واتحاد الكوره طبعا. الاستاذ محمود فؤاد الناقد الرياضي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. الزمالك بيقدم ضحك، بيقدم ضحك غير عادي وغير مسبوق. ازاي رئيس النادي يطلع ويكذب على الهوا بشكل يعني فج؟ هو احنا كلنا عارفينه بيطلع في قناه الزمالك بيقول يعني بقى اكتر من كده بكتير، ولكن المدرب معاك في الفريق تطلع تقول ان هو عنده شبه ذبحه صدريه وهيسيب النادي وهيمشي؟ ما انت لو عايز تمشيه وخايف من جماهيرك خلاص خليه، ما هو كده كده قاعد. ولا في مشاكل بين فريره وما بين اسامه نبيه ومرتضى منصور بيمهد علشان يرمي اسامه نبيه في الشارع؟ هل هيبقى في ضغط جماهيري؟ هل هيبقى الامر يعني في حاجه؟ ولكن كلنا شفنا طبعا في الماتش السابق لنادي الزمالك واتنين لعيبه قاعد اتنين مدربين قاعدين يعني اسامه نبيه قاعد في ماتش فاركو على الخط واقف على الخط وفريرا قاعد على مقاعد دكة البدلاء وحط رجل على رجل وبيشرب حاجة سخنة علشان يتدفى عشان الدنيا كانت برد عليه. طبعا مشهد غريب وعجيب ومرتضى منصور يعني قرر ان هو يا اما هيضحي بفريرة يا اما يضحي باسامة نبيه. وطبعا هيتم التضحية باسامة نبيه. ليه؟ اقول لك ليه. لان اسامة نبيه ما عندوش رخصة تدريب نادي بدرجه معينه، ما عندوش الرخصه سي، ما عندوش الرخصه بي، ما عندوش الرخصه ايه، فما مش هيقدر يعني يدرب الفريق في دوري ابطال افريقيا. مين اللي معاه الرخصه؟ فيريرا. ففيريرا هيستمر وهيضحي باسامه نبيه وطلع بحكايه الذبحه الصدريه الوهميه وكمان لجأ للمحكمه العامه او المحكمه الخاصه بالافراد اللي مالهاش علاقه بالرياضه، فهم ان هم يعني اللعيبه بتاعت نادي الزمالك تتأيد. طب هو اصلا ايه اللي خلى اللعيبه ما تتأيدش؟ ان مرتضى منصور ادى شيكات بدون رصيد لاتحاد الكوره في انتقالات الصيف الماضيه، فقرر اتحاد الكوره ان هو يرد الصفعه لمرتضى منصور، مش هتأيد صفقاتك الا لما تسدد الفلوس اللي عليك. قالوا له الكلام ده او خطبوه هو وكل الانديه يوم 3 يناير، ولكن مرتضى منصور فاكر ان الدنيا هتفضل فهلوه، هروح على اخر لحظه مش هدفع ولا مليم وهاخد الفلوس اضربها مكان ما بتضرب كل مره ومش هدفع ولا مليم لاتحاد الكوره وهيبقى في ديون على نادي الزمالك عشان اللي جاي من بعد مني يقول ده انا ما دفعش ديون كذا وديون كذا وديون كذا، على الرغم ان هي بيطلع يقول لك ده الضرايب احنا مسددينها والميه والنور ومش عارف ايه وهو مش مسدد اي مليم لاي حته في مصر. فاتحاد الكوره قال له يعني انت جاي تضحك علينا الساعه 11 بالليل؟ طيب مفيش قيد لاي لاعب من اللعيب، هتدفع هنقيد، لا ادفع لا ما ادفعش، طب هديك ورقه، طب هديك شيك، طب قالوا له ما نعرفكش، تعمل اللي برضه هتدفع. ولما انت عندك حسن نيه ما جيتش ليه يوم 2 يناير او 3 يناير او 10 او 15 او 25، ليه جاي لنا اخر يوم في شهر يناير وقبل القفل القيد بربع ساعه وبنص ساعه وجاي تأيد اللعيبه وجايب لي كاميرا؟ يعني انت قصدك ايه؟ قصدك تقول ان جماهير نادي الزمالك ان هو مقصود ان هو ان انت ما تأيدش لعيبتك؟ وطبعا في قناه البليل اللي يقول لك ده ذنبنا ان احنا عشان خدنا بطولتين دوري، ده ذنبنا، ده مش عارف ايه، وشغل المحن اللي بيعملوه على قناه نادي الزمالك. ولكن عمرو اديب يعني انتوا ما شفتوش الرياكشنات بتاعت وشه، كان قاعد بيستغرب ايه ده ازاي واحنا فين؟
يعني ازاي اصلا هو يطلع يكذب على المدرب بتاعه اللي هو جايبه اللي هو بيقول كل الكلام اللي هو عايزه. قال له قول ان فريرا انت خدامه وشيل له شنطته ومش عارف ايه. الراجل قال له قول ان انت مستعد ترجع مساعد لفريرا تاني. راح قال الراجل مش مقصر ولا بي يعني سكريبت. ياه هو متوزع سكريبت. حتى بعد الخساره قال لك اللعيبه بتاعتنا اللي ما ايدناهاش هي السبب في هزيمه فاركو. يعني حاجه غريبه وهي السبب برضو في خساره بلوزداد. ولكن الامر عجيب وغريب من مرتضى منصور. ولكن لسه في فيديو انا منزله من شويه خاص بالسمسره والفلوس اللي خدها امير والملايين اللي اخدها امير. و اسلام صادق منزل فيديو من شويه ونزلنا الفيديو بتاعه ونزل بوست واحنا قريناه. و ان في بعض القرارات من الدوله تجاه مرتضى وعياله علشان شبه اختلاس وفلوس واموال عامه. يعني في سرقه جامده. فالسيسي سايبك تشتم وتخبط هنا وهنا لكن ما توصلش لسرقه البلد، ما توصلش لسرقه نادي الزمالك. فاللي حصل ده يعني عليه علامه استفهام كبيره قوي انه يقول على مدرب عنده ذبحه صدريه علشان يمشيه وعلشان ما يخلوش يستمر في نادي الزمالك علشان فريرا مش طايق. هما الاثنين مش طايقين بعض. وفريرا جاب هو قال له كده، قال له بص يا الشرط الجزائي وامشي يا اما تمشي اسامه نبيه. قال له لا خلاص امشي لك اسامه نبيه. بص مرتضى عندي الفلوس لا اربط ما اقدرش اطلع ولا مليم. الارصده خليهم كده متستفين، ما ينفعش ادفع منهم فلوس لحد. يقضي الفتره اللي عداله وهو كده كده بيخسر، كده كده احنا مش هناخد الدوري. واطلع بقى ايه اخبط هنا واخبط هنا واخبط هنا وهو الجمهور ساذج وبيضحك عليه بكلمتين. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي. السلام عليكم.